Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes ici en direct du quartier Bourgogne de Casablanca avec un ami que je vous présente qui est très occupé. Sa femme l'attend et un ami qui a de l'or dans ses mains. Je vous présente c'est Abdallah. C'est Abdallah, salam alaikum. Salam alaikum. C'est Abdallah, vous avez la parole. Mshal de Bourgogne. وادي انا زيدو خلق هنايا تبارك الله. انا الوليد من الدار هنا في 57 دي ويسترن 57 57 المحل حليته في 82 82 يعني 4 سنين وصلت ديك 86 اللي حنا درنا كوره ديال بصح عقلتي على 3 عرفتها في 64 و الو سي عبد الله دي فوتو C'est Abdallah, des photos de lui alors, à un certain âge et en tenue de foot. Donc il va nous parler de sa passion. Parlez un peu de sa passion. C'est Abdallah, est-ce que vous pouvez nous parler de votre passion? Blablabla, je vous lance. هو هذا المرحلة ديال هذوك في 1973 هذاك 73 كان هذاك التيران ديال البومبية وكان التيران ديال المكسيك هنا في العمق وكان واحد التيران في مدرسة المعلمين في حي البطحاء في مغلف ما كنعرفوش كان دابا راه ولا زين ماشي ايه ماشي 73 تبارك الله الرحمن وكانت الدنيا ناشطة وكان داك الشيء وهذا كان عندنا واحد الصحفي راه معروف يقول لي السي أحمد تعرف دابا هو اللي كان داير هادشي كاع ديال الحومه كلها بورغو كله كان هو اللي هو اللي سميتو الكنز سميتو الكنز هو نيت كنز معروف صحفي وكنز نيت كنز نيت بحال معرفة الرجال بحال معرفة الرجال واحد السؤال الاخر باش نختموا هاد الاستجواب شكرا بعد على العطاء شنو الفرق ما بين البارح واليوم؟ والبارح كان جو زين وكان بنادم قليل وكانت بنادم محبه اليوم بنادم ولا مادي بزاف ماده يعني الماده هي اللي طلعت على البر اجو الكوفيد 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 راه مرض عالمي ما عندنا ما نديرو عندنا ما نديرو في الحقيقه حتى حتى الفلوس مرض عالمي ايوا سي نورمال حتى هي حتى هو راه مرض عالمي اذا شكرا شكرا كنشكرك مع السلامه سيدي مع السلامه شكرا برافو شكرا ميرسي